شكرا سيدي الرئيس. نحن ممتنين لجلالة الملك عبد الله الثاني ولفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس على تنظيم هذا المؤتمر المهم جدا. طبعا نثمن الضيافة الأردنية أيضا والكرم الأردني. طبعا المعاناة الإنسانية في غزة فاقت كل الخيال وكل التوقعات، وأيضا هي تبقى طبعا مأساة خارج كل إطار وكل ما يمكن أن نتخيله. الوضع الإنساني في أسوأ حالاته، وهذا طبعا يدعونا هنا لأن نلتزم بالقرارات الأممية أيضا وأهمية الالتزام بالقرارات الأممية وقرارات محكمة العدل الدولية، وعلى إسرائيل وحماس أن يوافقوا على وقف فوري لإطلاق النار، وهذا مهم جدا بالنسبة للمواطنين في غزة ولحماية المدنيين الأبرياء وإلى توفير المساعدات الإنسانية. وهذا يجب أن نؤكد على إيصال المساعدات الصحيحة والتي يحتاجها المواطنون، وأن تصل هذه المساعدات إلى كل من يحتاج إليه أو إليها. وبهذا الصدد قررت مملكة هولندا أن ترفع من حجم دعمها 13 مليون يورو وتوزيعها على مختلف المنظمات بما فيها الأونروا. وأيضا أود أن أؤكد بأن قرارات مجلس الأمن 2020 و2027 أيضا هي مهمة جدا ويجب أن يتم الالتزام بها. وأيضا وأيضا أن يكون هناك تنسيقا على المستوى بالنسبة لإيصال هذه المساعدات إلى غزة، وقدرة المنظمات أيضا لإنهاء المعاناة في غزة قد توقفت، ولكن يجب علينا أن نؤكد سلامة وأمان وضمان أمان العاملين في هذه المنظمات. وأيضا يجب علينا أن نفكر في اليوم التالي، كيف سيكون هناك إعمار لغزة؟ هل ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة؟ طبعا هولندا وضعت 20 مليون يورو إضافية لعملية إعادة الإعمار وبناء البنى التحتية، وهي تعمل الآن بالنسبة لنا، ونحن نفهم ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل، ولكن بنفس الوقت نحن نؤكد على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ونؤكد أيضا ونؤمن بأن الشعبين يستطيعان العيش مع بعضهما البعض. سيداتي والسادة، حماية المدنيين هي طبعا التزام قانوني وأخلاقي علينا جميعا، ويجب على كل الأطراف الالتزام بذلك، وندعو جميع الأطراف أن يؤيدوا قرار وقف إطلاق النار الفوري ضمن القرار الأممي. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Your Excellency.